السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتكلم على واحد الموضوع ديال لا يهم شكل او حجم الانثى الارانب، المهم هو الانتاج. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا كاين 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 يعني سلالات مختلفه عندي هنايا من النتوات. كاين شانشيلا اسود، كاين سوداء عفوا، كاين بابيون فرنسي، كاين بابيون فرنسي اخر، كاين شانشيلا قهويه اللي هي عاوتاني كاين واحد بابيون مزركش بالكحل، كاين عاوتاني شانشيلا، كاع هادو كاينين نتوات الا هذاك اللي هي هذاك راه ذكر. دابا هاد النتوات هادو انايا بحكم التجربه ديالي يعني شي نتوه ما كنكونش معول عليها انها هي اللي غادي تسبق، حتى كتولي هي اللي صادقه. يعني ما يهمش ان شحال في التعاليق كيجيوني كيقول لك شنو هما السلالات اللي ناجحين، عطينا سمو هما السلالات اللي ناجحين باش 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 نبداو المشروع ديالنا. يا فعلا كاين البابيون والشانشيلا هادو معروفين في التربيه يعني صادقين، لا في, 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 في الوطن العربي ولا في المغرب يعني صادقين، كيتحملوا يعني البروده، كيتحملوا الصهد الحراره. ممكن انكم عاود منين غادي تجربوهم كتحسوا باللي شانشيلا اكثريه هاد القهويه. يعني جربت انا دابا ثلاثه ديال المرات يعني الخلفات، كنخلي منهم كتكون ام حنون، لكن بعد خطرات كنتفاجئ ان ما يهمش يعني الحجم. بعد خطرات كتكون شي ذكر مثلا قليل في الصحه، وكان كنجربو كنلقاه كيلقح، كنلقاه كي يعني كيعطي الانتاج اكثر من هذاك الارنب، يعني اكثر من حد اخر اللي غادي اللي اكثر من ارنب اخر اللي هو فحل وكبير في العضلات ديالو. يعني كنقولوا حنايا عريض في 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 الجثة ديالو. كنلقى هذاك ممكن انه مره كتشد مره ما يشدش، كنلقى الذكر الصغير واخا قليل في الصحه كنلقاه الا مشى تلقح كيعطي عدد الصغار اكثر. كنلقى عاوتاني مثل هاد الخلفه هاد عفوا هاد النتوات، كنلقى هذيك اللي كنقول باللي راها عريضه وخارجه بصحه جيده، كنقول باللي هذيك راه هي اللي غادي تعطي يعني مثلا بزاف ديال الصغار وغتكون مزيانه. كنتفاجئ ان غير كتولد كتفش، كتولي ضعيفه قليله، ما كتوليش بصحه جيده، خصني نخليها واحد الشهر باش كترتاح باش كتقدر تولد مره اخرى. في حين بعض الخطرات كتكون شي وحده انا ما معولش عليها كاع، وكتكون هي اللي كتصدق. يعني من خلال التجربه ديالي الارانب يعني اللي كتحتفظوا بها يعني الكسيبه سخير الله، كاين الحاجه اللي كتكونوا معولين عليها وهي اللي كتصدق، بعض الخطرات ما كتصدقش. وكاين شي حوايج شي نتوات كتكونوا كتقولوا باللي صافي هذه راه هي النتوه وغادي تصدق لنا مزيان، ومن بعد كتفاجئكم انها ما خداماش، كيجيوها الامراض، مثلا كتاكل ولادها ما كتغطيهمش مزيان، كيموتوا لها، كترفسهم، كتضطروا انكم تخلصوا منها. يعني الخلاصه ديال هذه الحلقه هذه ان ما كيهمش الوزن او السلاله او الحجم ديال الارنب، لا في الذكر لا في الانثى. داكشي تسخير الله، كاين لا على حسب ملي كتكون انت كتربي كتحافظ على واحد بحال اللي كتقمر عليهم، كتحافظ على واحد المجموعه وكتقول هذه غنخليها. مثلا الذكر ديما كتخلي واحد الذكر يعني سكور يعني احتياطي، والنتوات كتقول لا هذه غادي نخليها، هذه غادي نذبحها، هذه غادي نبيعها. وهذيك اللي كتخليهم الكسيبه كتكون نتايا غير ما كاينش شي يعني واحد الباريم ولا واحد نقولوا عمليه ديال رياضيه انني غادي نخلي هذه وغادي تصدق. لا داكشي ديال الله، كاين اللي كتكون معول عليها وكتصدق، وكاين اللي ما كتكونش معول عليها وكتصدق.
يعني داكشي ديال تسخير الله ما كيهم لا حجم لا سلاله لا لون لا اي حاجه، كيهم التجربه في الانتاج، كيهم التجربه. جربوا الانثى، جربوا الذكر، ملي تشوفوا صادق صافي راه صادق، ما صادقش حيدوا عليكم وديروا يعني سلعه اخرى. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال النار. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بجير جيم باش تدعمونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.